كنا من شويه بنتكلم على نادي المقاولين، وطبعا باركنا لهم على الفوز امبارح على الجونه في كاس مصر 2-0. اتكلمنا عن زياره محمد النني واستقبال المسؤولين في نادي المقاولين، المهندس محسن صلاح، مهندس محمد عادل طبعا عضو مجلس اداره ومشرف على فريق الكوره. فخلينا كده نبارك للمهندس محمد عادل على فوز المقاولين امبارح على الجونه في كاس مصر 2-0، ونشوف رايه والمقاولين هيعمل ايه عشان يخرج من الموقف الصعب شويه في بطوله الدوري الممتاز. باشمهندس ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا حبيبي يا كابتن كريم، تحياتي ليك وللساده مشاهديك ومستمعيك. الله يخليك يا باشمهندس. موفق، ويعني مفتقدينك برضو في الراديو صدقني. الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك. يعني طبعا بنحيي حضرتك وحضرتك من الشخصيات الجميله اللي احنا بنحترمها كلنا، وانا اتشرفت ان انا لعبت مع حضرتك في نادي المقاولين لمده موسمين، وحضرتك من الشخصيات اللي انا يعني بحبها جدا وحضرتك عارف. ونادي المقاولين مؤسسه كبيره ونادي عريق، ونتمنى لكم ان شاء الله يعني تخرجوا من الازمه بتاعت الدوري والموقف الصعب ان شاء الله. والله زي ما انت شايف الموقف صعب فعلا يعني، انما انا ثقتي في اللعيبه وثقتي في الجهاز، وان المجموعه دي من اللعيبه برضو هي اللي قبل كده اللي معظمهم يمكن 80% منهم هم اللي وصلونا لافريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت. ايوه، فان شاء الله احنا يعني بنثق فيهم وبندعمهم هم والجهاز، ويخرجونا من الازمه دي لانها فعلا ازمه صعبه، لان انت شايف الدوري السنه دي كله صعب جدا. صعب جدا على الجميع. صح، شايف النهارده حتى ما تقدرش تقول لي مين اللي هيبقى الاول ومين الثاني، صراع كبير قوي ومتغير باللحظه اخرى. نفس الكلام، لكن الحقيقه احنا وضعنا صعب. انما بنحاول ان شاء الله بثقة وتدعمنا للجهاز وللاعبين ان شاء الله نعدي من الازمه دي. الماتش الجاي كمان مع الزمالك يوم 12، مباراه برضو قويه جدا. الزمالك بينافس على الدوري، مقاولين عايز يخرج من جدول الترتيب بشكل كويس من المباراه. مباراه صعبه اللي جايه، الزمالك والمقاولين. ما فيش شك المباراه صعبه بالاثنين، لكن زي ما بقول لحضرتك النهارده انت شفت سموحه بيكسب الاهلي بالكوره. كله بيكسب، اي حد بيكسب اي يعني حد. النهارده الدوري يعني صعب، لكن احنا بنجتهد وان شاء الله. يعني مش هنقول ان ماتش الزمالك هو ده المنقذ بتاعنا، لا. ايوه، برضه في الحسابات الزمالك او الاهلي دي ماتشات يعني مش في الحسبه يعني. بالظبط، انما ربنا يوفقه ونعمل اللي علينا والنتيجه بتاعت ربنا باذن الله ان شاء الله. مبروك كمان على ماتش امبارح مع الجونه في كاس مصر. هو بس كفوز معنوي برضه كنا محتاجينه شويه، لانه بيدي نوع من الثقه للاعبين في قدراتهم وفي ادائهم يعني. ايوه، فالحقيقه كنا محتاجينه فعلا والحمد لله يعني وفقنا. تقول ايه على زياره النني ووجوده في نادي المقاولين العرب، بيته وناديه اللي نشا فيه واللي طلع منه للاحتراف، وايضا تكريمكم لمحمد النني من خلال مجلس الاداره وحضرتك والمهندس محسن صلاح وزياراته المتكرره. شفنا النني مع الفريق الاول، شفنا النني النهارده مع قطاع الناشئين وكابتن محمد رضوان وناشئين نادي المقاولين العرب والمدربين. انا شايف ان هي زيارات رائعه، وسواء من النني او من خلالكم كمان كنادي المقاولين العرب. ما في شك ان ده يعني رساله بيقدمها النني واحنا كنادي بنقدمها. ايوه، ان النجاح لازم الراجل اللي ينجح ويقدم لمصر نجاح على المحافل الدوليه لازم يحس بالحب وتقدير ناديه واهله ليه. المقاولين هو بيت النني وبيت محمد صلاح. ايوه، وهو دايما فخور بان هم من ابناء النادي. ودي حققت لمصر الكثير وما زالت وبنطمع منها الكثير. الحقيقه الزياره الاوليه لما كانت للفريق الاول الكابتن محمد نفسه النني هو اللي طلب انه يقعد مع الناشئين، وكانت لفته كريمه منه. ولما تشوف النهارده اللقاء والحديث يعني الحقيقه انا نفسي كنت سعيد جدا وهو كان مبسوط. أيوة، ويمكن اللقاء النهارده استمر اكثر من 4 5 ساعات بيجاوب على اسئله الناشئين، بيتصور معاهم، بيتكلم معاهم، بيحاورهم، وده كله بيدي يعني بندي مثال للعيبه دي عشان نتمنى ان هو يكون قدوه. وكان الحقيقه ظريف جدا ان الولاد سالته انت وصلت ازاي وانت عملت ايه، وكان بيديهم رسائل الحقيقه من نجم كبير فعلا. طبعا بقول لك بصراحه يا كريم، وواعي جدا وطيب جدا ومهذب ومحترم، وبعدين عنده فكر ثاقب يعني. يمكن انا النهارده بقول الكلام ده برضو من خلالك عشان الناس كلها تعرف انني لما ابسط حاجه انا
قالها للواد النهارده كلمه بسيطه جدا، قال له يبقى عندك حلم، والحلم ده يعني الحلم بقى شيء مستحيل، شبه مستحيل، أيوة. وتشتغل عليه ويكون عندك صبر ومصابره لتحقيق هذا الحلم. طبعا الحقيقه كلام بسيط من نجم كبير، والرساله وصلت للولاد بطريقه يعني بسيطه. الحقيقه دي رساله ان كل مصري لازم يتكرم في بيته، لازم اهل بيته يحس بيهم ويحس بحبهم ليه. أيوة. وتكريمهم ليه عشان العطاء يبقى اكثر يعني. طيب يعني طبعا نتمنى لنادي المقاولين، وبنحييك يا باشمهندس، ونتمنى لنادي المقاولين كل التوفيق خلال الفتره القادمه ان شاء الله. انا اللي بحييك يا كريم، واتمنى لك انت عارف من كل قلبي دوام النجاح والتفوق دايما. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك يا باشمهندس، كل سنه وحضرتك طيب.